فاتيها نوان رابولي وجاهر موات زادية ريبي فاتيها ريباري رنجي سي مافلات إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سليم. اللهم صل على محمد وعلى آل سليم. اللهم صل على محمد وعلى آل سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أهل جميع الأنبياء المرسلين ملكة القرآن سيدتنا بكر ووصفنا به ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله الفاتحة. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة تامة على سيدنا محمد الذي تهل بها الهمم وتنفرج به الكروب وتقضى به الهوائج وتنهار حائب وصل الحواكم واستسقى به الكريم على آل وسلم كلامك ونفس هذا بكل منا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي جمعنا على خير. الحمد لله الذي أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وجعله آية من أعظم آياته الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، كما أشار ذلك في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال أيضا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. والصلاة والسلام على قائد المحجلين والحر الميامين وإمام المتقين أبا القاسم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صلوات الله وسلامه عليه القائل: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال: فانكحوا الودود الولود. وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله أحل النكاح ووضع الأسلوب الذي أختاره للإنسان
في هذه الحياة التي نعيش فيها. لم يدع الإنسان أن يعيش كغيره من الحيوانات، بل وضع النظام الملائم عن خلقه. لم يترك اتصال الذكر بالأنثى فوضي لا ضابط له، بل وضع النظام الذي يحفظ شرفه ويصون كرامته، فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريما مبنيا على الرضا وعلى إيجاب وقبول. وضع الإسلام سبيلها المؤمنة وصيانة المرأة وحمى النسل من الضياع. هذا النظام هو الذي ارتضاه الله وأبقى عليه الإسلام، وهدم كل ما عداه. فلما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا، هدم النكاح الجاهلية كله، وجعل النكاح الشرعي من سنن المرسلين وشعار المتقين إلى الأبد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان من متزوج خير من 70 ركعة من عزب. وقال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. ومن ذلك وضع النكاح في الأصل لثلاثة أمور: حفظ النسل، وإخراج الماء الذي يضر بجملة البدن، فإنه إذا دام احتقانه أحدث أمراض رديئة في الجسد الإنسان، مثل الجنون والصرع والوساوس وغيرها من أنواع الأمراض الرديئة. فجعل الزواج لتقليل أنواع هذه المصائب. وهذه هي الفائدة التي في الجنة: التمتع بالنعمة الواسعة والنيل اللذات المفرحة. وهذا معنى قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فاظفر بذات الدين تربت يدك. أما بعد، معالي الوزراء، أعضاء المدن والقرى في جزيرة ميوتي الشفيق، أصحاب المعالي وأعضاء الدبلوماسي، أصحاب الفضيلة، أساتذنا الأجلاء، آبائنا وأمهاتنا الأفاضل، زملائنا الكرام، أيها الحفل الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بحضوركم، فجزاكم الله خير الجزاء. إن بلدية أهل تمورو بمعظمها، وهذين القبيلتين، قبيلة العروس وقبيلة العريس، تتشرفان بشرافة أبنائهما المباركة سيد أنصار أشرفي مع قرينه بسمة أسن، حفظهما الله وإيانا، ويجعلنا من الآمنين من يوم الفزع الأكبر
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإسلام وتكف أبسينو نسمباني زفامي مبيلي تكف إكاو لوارزاليا ونوائل وبركوان لوينو ريجي براو وموجا هوتابوسا ونوابركوان. أنصار ابن أشرفي ويدي بنا هروس كاو بيبي ساتوف ونودي ماما يازايا يبنا هروسيون وسيد أحمد أشرفي وسيد يوسف أشرفي رينا بيبي زينب أشرفي وفاطمة بنت أشرفي رينا سليمان أشرفي رينا سيد أشرفي رينا سن موسى رينا جامي أشرفي ولازا موسى رينا أوكاشا مدي رينا بيبي باتيناتي مدي وبيبي طيفاتي مدي وبيبي شيماء مدي وبيبي عقلتي مدي نمحمد مدي بيبي مانكومبو ألاوي نوانجيني نوانجيني ودونغابابو بكاريشيني وفومبو أبيا زفامي تكفوزي هرمائي فامي يا بيبي هاروسي بيبي بسانتي أسان رينا نيزاري أسان لمبابا يازايا لفليرا تزوريليم رينا بيبي مادا حبيب ونو دي ماما ياريزاليا لفليرا لين أتوماني أسان رينا طيبة أسان رينا بيبي إشا أسان رينا صديكي حبيب رينا بكاري بانا زفامين تتكوف زينو وتكوف وريونغو لدزا لو ينو هاريما إشيوان زي تكوفو ينو يا باركا هاريما لدى قوجي تكوفو لم تنبرو لين ريجي ريفاني يدوان يوانا واو أنصار أشرافين بيبي بسانت نيزم غاجايلي يندولا ينو يكندو لا يا باركا يطولي وانا وخير نباركا وجوري في دنياني ناخيرا ان شاء الله. ابا سينو نسمعني برنامج ياتو. اما الان اسمحوا لي ان اقدم لكم برنامج هذه الحفله الميمونه المباركه. اولا سنفتتح برامجنا بتلاوه مباركه من الذكر الحكيم ما طالب عبد الرؤوف مدي. ثانيا العطر الأول من المولد البرزنجي ما فضيلة الشيخ مدي علي. ثالثا العطر الثاني من المولد البرزنجي ما فضيلة الأستاذ سيد مدي. ثم بعد ذلك قصيدة مع إخوان النور الشباب الوطنية في مدينة تمبورو. خامسا العطر الثالث من المولد مع أستاذ إبراهيم مقدر القدرة. ثم يليه بعد ذلك كلمة الوعظ والإرشاد مع فضيلة الأستاذ الأجلاء محمد عبدو الملقب بأبا سديس. سابعا الفصل القيام من البرزنج مع فضيلة الأستاذ موسى. الشمائل الأول مع فضيلة الأستاذ أبو حنيفة. ثم بعد ذلك تلاوة مباركة من القرآن الكريم مع الطالب عبد الرحيم مدي. الشمائل الثاني
مع عبد الوهاب قصيدة للعروس مع إخوان نور الشباب الوطنية في مدينة تمبورو تلاوة مع القارئ تنزيل أبو بكر كلمة الشكر مع فضيلة الشيخ السيد حماد وختاما الدعاء مع فضيلة الشيخ يوسف ونتمنى لكم سهرا ممتعة في ما بقي من برامجنا أولا شكرا القرآن الكريم مع الطالب عبد الرؤوف مادي فليتفضل المشكورين مأجورين صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد شكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاد الأحمال أجلهن أن
حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم تكبير الله أكبر تكبير بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم طيب أما الآن العطر الأول من المولد البرزنجي مع فضيلة الشيخ مادي علي فليتفضل المشكورين مأجورين صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية الله عليه أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية الله عليه مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأثني بحمد موالده
واسمه المغيرة الذي انتمى الارتقام لولياه. اللهم صل وسلم عليه. ابن قصي واسمه جمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاة القصيه صلى الله عليه تعالى إلى الحرم المحترم فحما حمان. اللهم صل وسلم على ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن خالب ابن فر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية صلى الله عليه. وما فوقه كناني كما كثير وارتضى. اللهم صل وسلم على ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى الهدن إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه. وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى الجوزاء صلى الله عليه.
حبذا عقد سودد والفخار أنت في اليتيمة العصماء وسلم عليه وأكرم به من نسب طهره الله تعالى سفاح الجاهلية صلى الله عليه أوردنا الزين العراقي وارده في مورده الهني فقد أحيى الإسلام أبوه يشو وسلام ويقول أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه هارون وهم بوكانا من أنفق درهما يمر يطوى من سنتين في مولد النبي حسب من مزالحا ورسول الله فكأنما أنفق جبلا من الذهب يمر يطوى جبالنا ذهب هارم في سبيل الله طيب أبا سينو تكبا موجا نوانا وهي شام يرونغولاو نور الشباب الوطنية في مدينة تمبور أبا سينو كل أطوري توليم ونبا تفضلوا مشكورين ديما نوانا شام نور الشباب صلاة الله رحماني على شيء وجلاني صلاة الله رحماني على شيء وجلاني أشوكي وهباني جواد من كاسرين إوالا
مرحبا استوي. طيب العطر الثالث من المولد البرزنجي مع أستاذ إبراهيم مقدرة، فليتفضل المشكورين مأجورين. العطر الثالث من المولد البرزنجي مع فضيلة الأستاذ إبراهيم لقرة. إبراهيم لقرة يا إبراهيم. طيب أما الآن كلمة الوعظ والإرشاد مع فضيلة الأستاذ الأجلائي محمد عبدو الملقب بأبا سديس، فليتفضل المشكورين مأجورين. أيوة فندي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين يا رب. خلقت الجنة بقدرتك وخلقت آدم بيدك. سبحانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أشهد يا حبيبي يا قرة عيني يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وعبدت ربك حتى لبيت داعيا وجهدت في سبيله حتى أجبت مناديا وعشت طوال أياميك ولياليك تمشي على شوك الأسى وتغفو على جمر الكيد والعند تلتمس الطريق الهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علمت الجاهل يا سيدي وطمعنت لقلق يا سيدي وأمنت الخائف يا سيدي ونصرت أبواء الخير والحق والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضع النهار. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأمهات والأخوات الفاضلات، وزكى الله هذه الأنفس الزكية الأبية، وشرح الله هذه الصدور العامر بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. تبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذه الليلة العروسة أن يجمعنا مع سيد الدعاء المصطفى وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم بنينا وحفدا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. وكتبين
bibaho musona zi aza suma vanu vanu rako jandi sandolo kasize aza suma rako jomali tandolo ya ayuhan nabi idha tadaktu nisa masha Allah masha Allah nabadara jawahu nsobira mwanapadi arasa talisizu msandolo ya patana nasu watu baba wakatu haribu lirlo nayo uso ni mwatu wa shiwani watu babari sulama laguni wala karsufungua lekosa ilo narajitayarishi mana watu babamu na luhaban wanyuka mlaulu mwamba watu mama wawe ingimuroni basi wasuri prizi chanzari kiam wasuri prizi mana mtu babasu lewa ndeta bini mwamba nifungua kabenzi na wanyo watu mama nsumombe ya nivwanzia ya ubira kamu inye kabenzi Eka kustahwa tafadhali bila ra wabenzo wabenzo nika kustahwa utifanye hila tafadhali bweni bwashtu hiro khullo ndujo kilibere ina hakadi eka mwenye kanza kufungwa kadhi acho mhira jababu amtise ze tungo tsogonzi kabenze kadhi na degree acho jaire ngebabu ndolo aimenye wolo lolo Luti ninge ndolo wakaza ujuna ndolo, yu haram. Na mishti yu tsunu wakati mingi ili ha. Uspara njomu ya sunu nona? Asu jisam baba nufungulo wakwa fungulo. Ajamada, halobe hayu, ilo shtwani hae. Tumshenge mzuri, lika sutisa. Alahu la jafu, ngizona mtumshe. Na wale wala wanawazina, ili wadzalo wadam. Memsi weni, menyenda tarnama hamiraru mehamine. Bika karungwa mbati hufungwa au ayangi habahan bweni wa harmandolo waluhe bingurungura mbaba si matati bite mizmiraru mizmiraru yoya tini yoya mtu ya fungulwa thalatha kurun usketi tohara taru biki skopo mwinyarawa amaba bini mizmiraru amaba usufululwa nafamu suatu baba lirondolo lao mtisa mtu uu panaka mtu baba nehe Sidao bwana habu si bwana ndio uhanda waenda babu. Sikinamu. Aba kama ndio kila mbili. Wewe ndio uhanda bwa magazine. Basi leo ndio bale ile sauti si. Kama kama ndio kadimra na wani baka. Eska ufungua. Na zame vile mwaha, mwaha. Yende tena kama. Mpaka mwenye arongwe au aye ayangihe. Safi mimi subiri tsama mpapa urongozi huo. Arisijera za wana wa zina mbafiki wala ngi harmondolo enda shanza har kemenda junda bo harno moro hawiya ikabu ni mewa hafu abo se bon tongo zira safina ko tsale vuti mona pabi abo mana to dakale shtu ya tene ya sha na mana rongo zintit ko tsale rongo ba wa wantu wenza matu ya tiu wenza ufusuta usuku hasani ya zadwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akadene mwana hi Fatima Wabuti deliye mwana shukutibia muhimu Idiri wanesiti khatari ya mdu mwenza mdu Mdu mwenza husuda Mdu mwenza titula piu Basi Mtume sallallahu alayhi wa sallam Aikia mtu wa shawabu Mtume ajwa le jile mtule Amwambe Fatima Fatima ida tuwe kwe Ujo ulati Shtandani hasani ya lazwa babu Mtu hasani babu Bibu ni uo Titula ya piu Basi Fatima Adjoa Hassan Na wala bini ule aikemba Badzalo mwana mwana wastawi Ataja mshuhudie Fatima adjoa le mwelile Na mwikiwa mwenza matu ya piu Mtu nafahamu Banu wa husuda Wa hasidin Wa jitu Nsojo zile tasu kia jine Bokato mshashi Basi Fatima amzua Hassan amdeplasi wale arenge bila laza shtadashu wale afunikia lebo lile Fatima amia bwene ule karibu bwene ule ingia pali wale basi wengia wale matuahe pia ya harna ubanu Hassan ya nani ya laziwa nika subitu mnotuwe dara Biha unuma na dara stawu. Mkini Hassan watu wa stawu. Mdegi dara ili vivinawu. Basi mtuwa hadisi waleta.
على وين زاهي نتوما صلى الله عليه وسلم ومن يا فاطمة إن هو زويد دار روني سكره جيل لا إله إلا الله لا إله إلا الله جزء جيل فاطمة إن زويد دار الله إذا رأينا أبارب إن لو كتوا ما كتوا ماني تصفي سبحان الله لبني لي كتوا ما كتوا ماني بابدي أبويا وندار بيبكتا ونومانا Zuzite la matzo zilera na unandu alo la glizi. Wallahi la adhimu timhumida mwezimu hura zalo harmana wanantunda walu rapara wadu wa islamu. Mbani mtu uloba mwezimu waka hadisi na wamba ijahuna fuka islamu. Mbani? Mbani mtu uloba aniambe mwezimu wamba mbaka domba nzani ki islamu. Mbani? Thalika fadulullahi yutihi meisha. Inune maguli wananyangu. Wawarabu wama kathiri. Wababu wana swara na warabu uzungu sharab wasilahabi hata mwezi mmoja tena na yeye tiba barao pia ashani tamani ni mainu arabu buru akarari mwakarafanya tukutu tukutukuit ndio jua pale mabakoko na kabla ya vanizi siwasi za kuhiro ndo za kuhiro waqin waqin ndio hizi siwasi za kuhiro kabaka dini ava uislamu ni arabu maswahili tabaka dini wani ni katoliki ni jehova ni dini ya jaji para harumeme suwe ya tuyani ilu neema ilazimu shukune neema ini rijuwe aba mwezi mbari tahuwa hata wami tume lejari tahuwa harifanya mbasi wa islamu wala karla shwara wala sikaramla shwara basi islamu atunu aja abaliham tume ajaram yamba mtume huo kwa condition ya muislamu watu huo muislamu watu msike mauri ma khalaqnakum abatha karamu mbani adangato mimi mbali hani ha program ilazimani mfanye program mjehuru nje ni mbeni ne mayangina na ni dini yo mengo ni dini ni annikah dumtulola Dumtulola, dumtulola. Be usulola mbani? Usulola mbani? Yotu ngolo muhimu harna mwana dame nda tende alole. Ule mbani nda kemba huwa nangu. Na unu mbani ajake baba huwa nangu. Wanyurasaka mwalola na mbego rungusu kumambeni. Na mure inge mchati istuani. Ule mbani. Ule mrabatini. Denlona ulole. Na unu mrabatini ujulola o. Utunda watu wao eske wana mtu asa watu kashishi mso paratini iso pia ya muhimu mtala ambio azijwe mana mtume sallallahu alaihi wasallam remember kullukum ra'in wa kullukum masul wanyu pia nyu chunga na wanyu pia mtunzisiwa basi unaja kwamba armatun tahul mar'ati li arba'in ndumshelo watu wanne ya handa Na hiyo wa humu suafisi premye Li jamaliha Li mwana usumzuri wa hiyo duwa tunga wengi na gamia Kwe mkundu Ana wana jadi sikinzu kundu Kwa basi Na wangu kwa kengezi Kange mkundu masha Allah Wabo tungo zistawu Biko to zistabia Wamoja anamia mba Kwe mkundu Anambia mimo na haramu na zaloha na markabu Subhanallah ila adhim Kwa mwenye sufi nenebiyo kwa usunwa nebo nilo mzugi, mimi mwana haramu wa mzungu. La hawla wa la kuwata.
من تشوكا كسو تيتسالا باكلين ذا ملون نمولاهي بس توي تيتر سبحان الله العظيم سفيرين يامبا إلى زمان أدم أتون دم جوشي دام لولي يامبا بالي جمالها هاوز رواهي وابون تبقرم يامبا نار لنبيو نكرسو لا يوتي موفن قلو لم تمشي مزوري بيتون دان نوموني وزوري نور قنا تبيا وزوري نور وزوري نتوشي بوا روح أهون سندو لاوا نيكو شمو تمنى كورما تو 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 لا جمع لغانا غاري ولاو فراس كوزا وكازا جا وقوة تندر أبو زبي إيا بينا جمعتني لما لها نتم لولا أسباب أمريكا زاهي لما لكي إزو تزاهو إزو زاهي كابن ذات هو نكا كابن ذات كتون داني كتون بوفازو أجرنيان يرى رمى لحسبها وصنوك لأسباب ما نالا فمن تزوري Les familles se joignent derrière au gaucher, qu'est-ce que je vois là-bas, oui. Et la mission Jean-Balitini, l'idée n'y a. Nous tous nous l'a hasbabu des dignes. Parce que Allah, il en vient, nous avons une zone, n'est pas par une touche ou à dini. Ou à vous, par un n'est pas une pièce de l'eau. Maintenant, quand vous souriez, à ce que vous dites, Jean-Balit, oui, Jean-Balit, ou tu m'en as taoui. N'est qu'à des mali, en aïe, nous sommes à vous, Jamana Hadija, Allah, Dieu, Allah, Anha. Namone valeur ni wantu mama kusukla mbalani mizimgwa mlatani yu harma kubedli Hadija usuku hake nsina mtuyo Muhammad Alumpisha shahula Basi wapia shahula aringi shahula asusha Atarma shia Basi asukuru bia mtume Jibril radiyallahu an Jibril alihi salam Ashuku Aja mwambia mtume baya rasulallah Mwambia Hadija mba mwalahe hamsalimu Na wami timsalimu, amwisa umambiamba mwizi mguwa mwashia baita mfiljanna Amwashada gumbevuni liwa wa hatini minkaswa abi Allah akbar Takbir Uwe mtubshe msijima jidharawu Mwizi mguwa msali, amsalimu Hadija Eza barini, nabuwebno naluna na mtume, la de respect à hina mewahi. Imotila kuchibinga ameliza mtume. Abingisa hana sujaba simoteli aibinga. Allah subhanahu wa ta'ala ajibiwa. Amtamania kato. Amashayume pewoni. Yuhiwao baiti. Kasobi wawa. Kasobi yotini. Yani dhahabu na lulu. Yuhiwao kasobi. Inyumayo Hadija wa shuwayo. Mwisi mbuna tujilao. Arimi bahatua kwa shuwa pari bahatua inshallah. Rikena wawo harna zenema izori stere. Basi mtume sallallahu alayhi wa sallam ajayi jizhamu hati sengino. Ajar wamba min saadat ibn Adam almarat salih. Mengu ni muna lifu saad wa man Adam. Dunia liban. Arwajri almarat salih. Ika upara mtumishi wa khayiri. Ika upara mtumishi wa khayiri. Wawal dunapiala muhono ni hahu. Mana wanda hazini. Utuka tankil. Wenda mkirini. Kutoa mambo harakati, ndoa kwa shabu, ndoa kwa shabu, ndoa kwa shabu, ndoa taki, mano paramu tushokei. E arinde shabu tini, baada ya lizamba almara atosali, yabilamba walmaskano sali, niko paramu na nyumba muhimu. Dileo tasa lizamba nyumba zampora zinuklimu wanyawi, na shukrani mizungu zinemazimu. Eka mizungu wa mtu tushokei, ushau paramu mana banga usulala. Wabu parini meyaridi. Yararu. Ajaro jayini meyararu. Mwisa nsirikea wanyu mwisa mwamba ni bahatiyo. Mshukili ni mayo. Tilungaya hadade tini. Almaratu. Saliha. Mtu mshuwa khayiri. Mpara. Uwode mshuwa ho. Nabani mtu mshuwa khayiri ni ubi. De mundra. Oh. De mkuti. Ata hata. Ama kuna wasili wabu kwa wakati mtu sallallahu alayhi wa sallam. Wasahaba. Yaona mmewaha lunga na watu wa suja Haparamba mmewahi ni mkuti ulovale Hamwambia mtume ya Rasulullah Mbe mtu la nifungu wa bintushi Ya Rasulullah Tuzifshi Ama wambale ya jia ya Rasulullah Nazieva Hai Pugutini Karadhi ya Rasulullah Nazie Ha Nabiswa mihimeyo, ndia mtumede ya Arambia. Nabano watu ufahamu watu kwa doda rauliana. Narufahamu, utoni mduwa mdarawu.
وتنم جو تتواه أو ها مدجاه أو من شاه مدلليو وامسها نجوم صلى الله عليه وسلم كاب مجنا سكون مصحابة صعدوا إلى جبل وهي ربم لما فظهر سيقي عبد الله بن مسعود يمن ويا عبد الله بن مسعود إلى وا فضحكوا مصحابة واتسه منا عبد الله بن مسعود يمن وياه تسبت رونغوا ماري فرسيس وقفوا هوتيل رون من رياه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم تمشى حسرا اسمه بالكهل تمع روا يا قول سيدا بمدك ترى مياه أروقتين أروقوا بلقت مع عبد الله بن مسعود أثقل من جبل أخد في الميزان يوم القيامة تخبير يا الله اللهم سلم سلم أروقوا بلقت مع عبد الله بن مسعود ابن مسعود وما منا بعد منه فرسيسي أثقل من جبل أخد في الميزان يوم وامتيتو هارن ميزان شنزار كاما أرهنم لما وأخد تقبيل الله يا الله كيو أصول سما فهم أصول نمتوام دراب أصول نمتوكم شيا وممود لهم بشيا ومرنع تماول نمتو بوزي يقصو جولي دراجة مجزاء الله سبحانه وتعالى سجل زمان فابي كيسا يمني بيا يا وقت ويندي سفي يا روباني رني زبا نتمشي وخيري يا ريلي والمسكن تري والمسكن الصالح نكو برمانا نيومبا وخا نيومانا نيومبا مزوري تدازي لزي نيومبا زالي او واتوا واشوا او فاي موجا مبقا وزنغو هنيومبو تاروكو زي كتير كتير نبالو تابتو زي كتير نلوجو هابو كاو تاو كازي ماجي مورو تبقا لابو انزي مسوليكي زلو بانا ريبا لوا باني سبحان الله العظيم تكسوم حاز نواتا جافاني هازي وسبارم باوشان جنوكوزا وزي جاباني نروان واباني يو هازي ميكويز يو امانا نبوميز مواتو هوتيسا يو ظلم بس يالونغ بابو ارونغا تينتنا بعد بابو والمركب الصالح نيكو برمانا كات كات ما شاء الله ومتو بس الله عسل بمتو لوامي ومتو بلا رونغا يهانا رونغا يهانتني المرأة صالحة متمشي وخيري يكون بارا هم لولا وبارا زبركة يميني والمسكن الصالح وبارا ما بهانو وزوري وسلالة أو تليفو يرارو و والمركب الصالح وبارا ما نفاتير مزوري لذي فاتير زاليو كازنا معنا مغالي زابي لسويس مغالي باسولا باسولا زلان رولو مدي أمين غم كرا تكسرو قوي زلان رولو زمتانا لزدو ونوالا ولم تعلى هنا شكول نالو لبسانا أتا وانا كسو يشلو وانا أو انديك وانا وهي نيوم رسوفنا ناي نولو يين يزم تانا بنا مكما كيني نيوانو مالو لم تانا مجدو مطلو مبي ميسمو تمشيو تولي مال ميسمو بفلا تقشوهم انتبي وقشوني انتبي واتو بانا من ديوم وسمري مشوهم نشي بزمو ما نمشو واتو هنزيا وسمو توبي منغو ميسمو نروسي مشوهو Mwisi kusura mwambia ti. Onde wazawa na walisho wajwa wanda wantu. Na mwisi mwambia wa kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun. Nyonti penyu watunga. Na wanyu pia mtu ntisiwa. Asharu mwamba kambia mtu mshei. Arungwamba wa zawjatu ra'iyatu na anbaiti ba'liha. Wahia mas'ulatu na anha. Na mtu mshei. Wedha mana. Lido kula mewahe na watu ntisiwa. Mana mwini kala urungwa. Basi babau. Basi tawa wa mtu ntisiwa. Mtu maru watinu. Arungwamba al-umu. Madrasa. Maman de madrasa de mon akaubira. Nika maman, il y a sangari, mwana ule sudungo sangari ude. Nika maman, tu as timushitwa, mwana ule uka mwana demu. Safei, ze zulma zijiro leo, razawana, raba mengo, mafuna di anukamu. Kuna siku chopo suli magari, mwana di karale la. Njumi sallallahu alayhi wa sallam, lantazula qadamin na abdin yawma al-qiyama, hatta yus'al an arba, kautu de plasi. Mwana demu tsoko yoti, shanzari kama tampaka utiswa tungonde. وجود سواد نقول نيزو، بس نقول مزد نقول نيزو. أرقام عن عمره في ما أفنى، لذي أهوران غصب وبارا كنزان جست متنا، أتوا بارا سواسانتا، وجاو فريق، وكهري مهيو بيو بيتام، وفاني أتني. تجاو أنا بيتا كنا بنور زنول زانغو، زوجي كنا ملك ومنيو يا ربي، زا موجي كظهوري موجي كلاسيري موجي كمهربي.
la isha tukende wani subhanallah wana wao wafanye jeje utoti swao ani umri imefika utoti swao tena wa anshababihi na mke wao nyuma jeni kama tine mabodara hanu jenesi ikawa rata ujenesi babo futi kula tukota ufanye ujenesi utoshawifanye basi mtuwa nwamba ndi wa anshababihi no jenesi babo ulio babo kula tukota ufanye ufifanya fanya jitihadu ufanye za kainu jenesi wahu tuwende senanti berse na beli za mwezi mgu kula moja sundutisiwa zendogo hizo ea adunga bontini wa an malihi min aina ktasabtahu wa fima anfaqtahu markezi nulo nazo zinuzi para hali wako uzali bangi wako duturna wanadam wako hidema wanadam zimetu ujazazi bangi wana anadam astambi adaona marke unasema ye inna lathina ya krisuna thahba wal fidda wala yunfikuna hafi sabili Allah fabashiruhum bi adhabin alim subhanallah alazim wanto wangujo marke sao almazi konti bloke nungwa unawanyawu watabi hao wawane dinisi kwa moha nungushuna wasidye basmizi mumba fabashiruhum bi adhabin alim na mwambi ya uzagamba za adhabu zangu zikete swalina wanasema ye ushne dini tenre nungwaburi hasi wawane mikiristami isidili ha nada sema yoshu sidi hauno sema drasa kasenda manaka bu finance aburi hasi manezo kazam pasa asimwezi mwamba yauma yuhma alaihim jibahuhum wa junubuhum usuku ya markezo sifa na fera pas ngosjo paswa jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum ngosjo paswa wa uso marungu paswa nguo na zembavu na zimengo watamia chini hada ma kanaskum li anfusikum zinda zile mwako zungu zahama ze konti bloke fadhuku ma kuntum taknisun nabla uliye dele waka duna nukafika maka mchosha hulu zuzi mono journalisti ule ule mana helemu karandeza abi wanma tako ufle ze amali zahidi za mduga uko ikafwa nye kairu tundozo na uko journalisti aulishi hulu kapu be alhamdulillah tsona afunanolo Baba pare nuswahidini hebi kikiyama. Na mi nusufire shabu wa mwa lola, mne nuswahidini. Mtuma arambi yamba mtia lola, wala ne nuswahidini, fattakullaha fi shatri albaqi. Na mreme zimu harune ya baki. Baba nyuma lola, suma bena partira leo, mna garanti hamu zimu, ibadazainu manamna nrolo kamfuleo, wabumbingi. وشاهد كم فلشم تلوه صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا وآمنوا بما نزل على محمد إجري كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم الله أكبر ويسم قرام بأن وآمين وادهم قيزم تلو محمد ياشك جوازو ناني قرآن نزهد استاهي بس ميسم قرام قدسي زيو أتو رزمي مذنب يوم ياتو ناسك سمي ميسم قو وقت ومشاشي نازلو التسر ومانديسا ريتو كاشك يجينا لبرانبان بين سمي أمي سمعو مي سمعو ربي سبارك زين رولويني رلاوة تيمين بجزاء الله سبحانه وتعالى رشودي أدوه زخيري نونو ما بيانا با رتسي جديد زي ناركبو مجنة منينو رتي هاي با زين رولوزيني إيلي والي والولوه رواجه نوالي والولوه رواجه يودي تتونغاو زبارك زين جمع لغوني زخيري زيجي نصير سمي أمي سمعو حرني مورين نوكونو mwezi mguri tole de balini kudla mtu ya jana rohombo vneishi suwa inu mwezi mguri sumia umsike sumia umsike insha Allah wa salamu Allahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ajazakum Allah khair ustad emarashi tawa yaja wani msida habi na mketi mbeke emarashi wajawe shukran Allahumma jahanna minaladzina istamiuna alqawla fayattabiuna ahsana amfikiri watukufu ripara zifaida za ilmu harima ejima eabira ripara faida bole vamoja nafundi watu al-ustazi Jamal leo inu ripara faida bole na ustazi Muhammad abo animambio nukana mtulilia bainu chimvua be yanumarash kutukufu wa himarengwe matukufu yanu marengwe ya dini kao ngazukuru mnyezi mungu na mtume abo
inu de faida riparao de misomo inu rihuishao zenafsizat abka Mtume sallallahu alayhi wa sallam angurambio hina mnain al ilmu hayatun lin nufus ya ilmu unudu hayati wa hizi nafsizat wa idha ul kulub inu de shahula shahizi roho zatu ndi ya ilmu ya ilmu inu de nuru ya hizi akili zatu nimatu yatu ya ilmu yodi itunga umanadamu havuku na ujinga wando utunga umanadamu hangamia yode manika umtume sallallahu alayhi wa sallam ngurambio hena mnainuka man salaka tarikan yaltamisu fiha ilman salaka Allahu bihi tarikan ila aljanna ma waliday yamru ya dawaide ya tahe ilmu yamru wa mnyezi mungu jomnika inziya yenda mbeboni amo wasipia insha Allah yama ukuyanu mnyezi mungu hesari nika inziya ya unjiya mbeboni maana ripara ya ilmu vadzima na fundi watu al-ustazi Muhammad Abdu barakallahu fika wa barikun alay tayib ama sayinu ngare nao ni atwiri desho ngabo mwana marashi marashi ngare nao ni atwiri ya raru ya atwiri ya raru wa moja atwiri yane al atwiri al qiyam ما الأستاذ موسى محمد عبدو موسى الأستاذ موسى طيب فليتفضل اللهم صل وسلم ويبارك عليه ولما تم من حمله الشهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه وكان قد اجتاز بأهواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمريا وآن للزمان أن ينجلي عنه صدام حضر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المخال فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلاله سنا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد مرحبا يا دليل سائلين
narihime rimtukuze Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inu nefasulu qiyam mfume yawa sudivanu alafu narihimao hahumstehi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Narihime rimtukuze Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
C'est en train de tout gâcher là. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam shadid al-haya. Bon les amis, comme la pluie est en train de tomber. Avec le matériel électronique, ça va pas. Je vais devoir couper. Désolé. Vous voyez, il y a la donc, Inch'Allah, on se voit demain. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Le lien est là. Abonnez-vous sur YouTube. J'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir. Comme ça, ça ne va pas gâcher. ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا تدفعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما أكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة ويركب البعير
والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدى ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى عتر الله قدره الكريم بعرف شقي من صلاتي وتسليم اللهم صل وسلم ويبارك عليه بارك الله فيك وبارك عليه تعالى بركاته. طيب للمرأة سترتان Dieu le veut puisque la pluie est en train de tout gâcher, n'oubliez pas de vous abonner les amis sur YouTube, le lien est juste là. Merci à vous, je vous embrasse, que Dieu vous protège inchallah. Bonne soirée.